بحلقة المطبخ العربي العريق لهيدا الأسبوع رح نزور الخليج العربي لنتذوق أشهى أطباق المطبخ السعودي. هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ مشكور الله. اليوم مطبخ سعودي. مطبخ سعودي. كمان أكيد أطباق جديدة في مطبخ سعودي. مثل ما أعرف المطبخ السعودي بيرتكز على اليخانة، على الغز، أما العيش إذا ما نسميه، اللي هو اللي بيستعمله أكيد الغز البسمتي على طول، لحم الغنم بشكل كتير، وأكيد بيأكلوا الدبايح هذا، بس لحم الغنم هو أكتر شيء مستهلك بالحياة اليومية. إلى جانب الأسماك بالمناطق اللي هي بحرية، مثل ما أعرف إحنا السعودية عند تواجد على الخليج العربي، وحتى عند حدود مع البحر الأحمر، فلذلك في محلين في بحر بحرين خليج وبحر، في أسماك كثير. أول طبق اليوم حنعمل، بتذكر إحنا عملنا مندي مزبوط على الطريقة السعودية مع الكبسة. اليوم حنعمل حنيث. حنيث هو أما حنيز بالعربية، مزبوط، هو غنم عادة بنعمل بورق الموز، حلو، بنغطى، أما بنحط بألومنيوم بنحط فوق فحم بيتغطى عليه، حلو. عادة الحنيث بيكون هو حيوان المذبوح صغير، يعني الذبيحة صغيرة، بتكون صغيرة، عجل صغير مثلا، لا أكثر شيء غنم، أما معزة بتكون مبدئيا بيكون الحجم كتير صغير، بيكون كتفه كتير صغير، وبيتاكل كله سوا. بنحط على، يا يعني في طريقتين، بنحط تحت الأرض، بنحط عليه، بنحط أول شيء فحم، بنحط طبعا البلح، ورق البلح، وبنحط فوق الذبيحة، وبيتغطى بعدين، وبيتغطى عليه بطنجرة وحريم، وبعدين بيحطوا عليه مثل تراب، كأنه بيفصلوه عن الهواء كليا، 100% بيخلوه يختر عمهله على على الجمر، يعني يستوي عمهله 100% على الجمر. هلا نحن اكيد معنا هالاوبشن، فحنعملها بالفرن، بس اللي حنعمله حناخذ الومنيوم، اوكي، نعمل حد رز طبعا، اكيد رز مثل رز المندي، اوكي،